المفروض يلتزم بوقته. وايضا وزير الشباب والرياضه اللي يا عيني كان عايز لاول مره بيتكلم والاول مره بيطلع في المؤتمر وهو مؤتمر عن الشباب والرياضه اللي هو مسؤوليته الاولى فعايز يقول حاجات كتير فالوقت برضه خانه. وطبعا ما لاحظنا عليه من تلقائيه للرئيس السيسي. الرئيس السيسي بيفاجئك. يعني احنا كنا عرضنا قبل كده الاسئله المحرجه للرئيس الاسبوع اللي فات. وكنا البرنامج الوحيد اللي عرض بجراه ما هو على صفحه مبادره اسال الرئيس وقلنا مفيش برنامج غيرنا قال الاسئله السخيفه والاسئله المحرجه وقلناها. واقسم بالله العظيم ما حد كلمني. عشان بس ايه؟ يقول لك ازاي انت بتقول الكلام ده؟ ما انت كده بتحرج الرئيس. طيب. ايه رايكم الرئيس نفسه النهارده بقى خد الموضوع وقال لك إيه انتوا يعني بعتني بتقولوا لي ارحل يا سيسي اللي انا بعمل لكم كده؟ طبعا هو هؤلاء الذين يقولون هذا الشعار او هذه الجمله او اللي عملوا هاشتاج او الحكايه بدات من اساسا من ميليشيات الالكترونيه الاخوان وما عرضناه من مما يسمى بذباب الاخوان. دخل على الخط بعد التعويم مجموعه. دخلت شريحه ثانيه بعد الزيادات الاخيره في الوقود. الناس المتاثره بالازمه الاقتصاديه ودعونا نعترف جزء او يكاد يكون الشريحه دي ملهاش اي توجهات سياسيه غير انها انتخبت الرئيس وشعرت ونتكلم بصراحه بخيبه امل. الاسعار زادت، المعيشه غاليه، فقلت لك الله وانا انتخبتك عشان انا النهارده اعيش العيشه الضنك دي. ده لسان حال هذه الشريحه وهي موجوده وبتكلمني وبتواجهني وبتوقفني في الشارع وبتقول لي احنا سيسويه لكن احنا معترضين على اللي عامله السيسي في الاسعار. النهارده هو اتكلم عن دي. اتكلم عن انه الاصلاح الاقتصادي صعب وممرور ومتعب وخانق ويضايق ويقرف. ايه؟ فانا طيب انا معايا معالي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. معالي وزير اهلا بيك. الو. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم اهلا وسهلا. انا كنت بتكلم عن كتاب طه حسين مستقبل الثقافه في مصر وطالبت حضرتك ان انت تعرضه في احد المؤتمرات او تستعين به. ده اول سؤال ليا. هل وصلك هذا الكلام؟ والله انا قريته في حته مكتوب وخدت